الله شلونكم؟ مرحبا وجهك مرحبا يسر طول عمرك طول عمرك ارحب مرحبا الله حي مرحبا ارحب مرحبا الله حي كيف الحال؟ ساك طيب وجهك جمل الله حالك تستاهل تستاهل الله يطول عمرك مرحبا كيف الحال؟ يا مرحبا ارحب الله حي كيف الحال؟ يا مرحب كيف الحال ارحب يا مرحب ارحب كيف الحال شوكم يا الربع اموركم زينه يا مرحبا ترحب السيل اقلطوا سموا على كرامتكم على كرامه واد بن عبد الله ويستاهل رحت انت تستاهل تحدي شريف بينك وبين اخوياك المقصد من الكلام اللي حصل اقرب يا علي المقصد من السلام من انت رايح داخل ورشه انت تعال المقصد من الكلام اللي حصل ذاك اليوم محمد بن ناحي يتحدى بالرجال ذا ويماري به وكفو ما عليك زو زين ولا لا طول عمرك وحنا نماريكم كل ابوكم لا انا ولا محمد بن ناحي ولا المقدمين الباقي ولا البرنامج هذا ثقوا قتامة ما دخلتوا كلكم الا حنا نماريكم العلم الطيب كلكم طول عمرك زين ولا لا الكلام واضح وانتم تفهمون لكن المقصد هاك اليوم الاثنين ذولي بدون يقصرون فيكم قريبين من بعض نعم زين ولا لا الرجال الفاهم العاقل الواعي حتى انتم يا اخوياهم تفهمون تنافس التنافس الرجال ذول قريبين من بعض الله. صح ولا لا صحيح كلامي فيه صح في شيء لا صح اذا كلامي فيه غلط قول يا عاده تراك لا والله ما ادري الرجال ذول الاثنين كانوا يتنافسون بين بعض الله وكانوا هم الله الله وكانوا قريبين من بعض الله يطول عمرك ويرحم والديك فالمقصد يوم محمد بن ناحي مرب الرجال ذا والرجال ذا له حق نعم كلكم لكم حق لكن قريبين من بعض احنا المعرف ومناحي ومناحي كفو والله وابو عبد الله كفو ما عليك زو فقلت ان فاز علي بن مناحي له كرامه عندي ويستاهل وان فاز ولد عبد الله له كرامه عندي ويستاهل هذا والله من طيب راس لا اقلطوا وسموا على كرامتكم فؤاد بن عبد الله وعلمناك وتستاهل ابو عبد الله اقلطوا وسموا على كرامتك الله يطول عمرك والله يبارك في هالحماس اللي جابنا الله الله لكم تستاهلون شيء في خاطري ودي اسويه ومنها نبيه بحماس بدون شك والله اني اقول انا صادق اقلط يا فؤاد الله يطول عمرك اقلط يا فؤاد ومرحبا ومسهلا على واجبك اللي انت تستاهله انت واخوياك مرحبا بكم ترحبوا بالسلام اقلطوا وسموا اقلطوا وسموا والله ما نمعكم صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي الربع الربع صل على النبي والله ما نمعكم الذي لا اله الا هو اني ما نمعكم اقلطوا وسموا ومعزوكم علي بن مناحي سموا على واجبك طول عمرك وبيض وجهك هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة نعشق المراجل